السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. الدرس ديال اليوم تتمه ديال جابادور ديال الوليدات ديال سنتين، وكما شرحت لكم الدرس ديال اليوم يعني السروال القدريصه ديال الوليدات، وفي نفس الوقت غادي نوريكم كيفاش يعني هاكا يعني كيفاش تخيط. من بعد نتوما انا وريتكم هنا بلاكري، هنا دوزو هنايا السفيفه عليها صاير داير كلها، وبالنسبه لهنا تتكون السفيفه لان هنا كاينين عقيدات، والكول هو اللي غادي فيني هاد البلاصه هادي. يعني نتوما ركبوا الكول هو الاول، عاد خدموا هنايا السفيفه هادي، واخا تجي قصيره البنات باش تبان بان دو بياس. بغيتوا تقادوها بامكانكم، بغيتوا تقصروا على هاد الشكل كتجي زبونه قصيره، يعني تيجي على هاد الشكل هذا. وفاش يتخيطوا الزواق عاد يبان احسن واكثر. هنا البنات بالنسبه للكول تنعبروا الدوره ديال الكول ديالنا على هاد الشكل هذا، هكا لقيت 30 سنتيم اللي غادي تكون عندي في الكول، ممكن تكون 28. الوليدات الصغار ما تيبغيوش يكون مخنوق بزاف. هنايا الثوب هو هذا الثوب على جوج، غادي نطويه على اربعه. اذا ناخذ القياس ديالي، عندي هنايا غندير 15 اللي لقيت هي 30 على هذا الشكل. بالنسبه للعرض غادي ندير 7 ديال السنتيم، 7 وغادي نقطع هذا هو المستطيل اللي غادي نتراسيو فيه كل اوفيسي. هنا غادي نعمروه بالفيزلين، غادي نقطعوه في حالو ومن بعد باش يلصق باش يجي واقف. خلاص الطريقه راني وريتها لكم قبل، غير تنعاودها اللي يلا التحق بالخانات وما شافش. هنايا فاش نبغي ديما البلاصه يعني على وجه الثوب، الظهر ديال الثوب الجهه اللي حرشه اللي فيها لاكول ديال الفيزلين هي اللي تلصق على هذا الشكل هذا. صافي وهي لصقوها البنات باش نوريكم كيفاش تراسي. انا السبور جا معاكم. هنا فاش عمرناه بالفيزلين تنطويه على زوج باش يجيكم يعني عاونوا راسكم بالفنايت، ممكن ديروه هنا فنيته هي باش يبقى ثابت على هذا الشكل. غادي نجيو البنات للوسط، شوفوا معايا غادي نحاول انفاس معاكم. هنايا 5 سنتيم غادي ننزل بخمسة، هذا هو الوسط، وهنا نطلع بخمسة سنتيم. غادي تحاولوا تراسيو بهاد لاغيبي هذه على هذا الشكل، ونزل ونمشيها اخرى حتى هي بحال هكا. شفتوا معايا البنات بحال هكا. كيما سبق لي وقلت لكم هاد البلاصه هادي اللي طالعه هي اللي تتخيط مع التقويره. هاد البلاصه اللي هكا على هاد الشكل هذا اللي تتكون من التحت ديال الكول هي اللي تتكون الجهه ديال العنق ديالنا. ندخل هنا بالسنتيم ونسطرها، يعني ما غادي نقطع من هنا. هنا البنات غادي نحطو هذا مع هذا وتقطعو في حالو. خوه انا نقطع في حالو ونرجع لكم. هنا البنات هذه اللي دايره هنا تطويها على زوج على هذا الشكل باش غادي ديروا الكران، تعرفوا الوسط هكا. هنا البنات اللي نفريد يعني تراسيتو الكول وبان لكم يعني راه شويه كبير يعني على الوليد يعني عنقو ضعيف بزاف، تتنقصو من الكول وخا تجي التقويره كبيره تنشربو شويه التقويره راه تجي مزيانه ما عندناش فيها مشكل. هنا درت كران، غادي نشوف التقويره ديال الظهر حتى هي ندير كران فيها. الطريقه راني وريتها لكم يعني كيفاش يتخيط كل اوفيسي. غتجيبي الكران مع الكران ديما هذا اللي فيه الفيزلين كيما سبق لي قلت لكم هو اللي تيكون على برا على وجه الثوب. غادي تجيبي هذا من على برا وتجيبي اللي ما فيهش الفيزلين من الداخل. هذا اللي ما فيهش الفيزلين بحال قلتي غير تيفيني لينا، تيغشي لينا الكل من الداخل وتيجي تيفيني من الداخل هنا على هذا الشكل. وتمشيو معاها كامله بثلاثه بهم، تسبقوا هذا الاخر هذا من هنا وهذا
الطريقة اللي بنا ترجم فيه هنا يحاول نديرو هاد الطريقة. كاينين طرق بزاف وطرق اللي سهلة ولكن ما مفينياش، هذه سهلة ومفيني. هنا البنات انا عقبت لكم هي بالفنايت باش يجي باين على هذا الشكل. نتوما الخدمه ديالكم غتخدموا هنا الترسان والسفيفه ويدور على الكول كامل. يلا هذا الفوقاني هذا اللي هنا هو اللي غادي يضرب السفيفه بوحده من الجلايل، وما هنا يعني شركوا الكول وكل شيء باش يجي مفيني. تيجي على هذا الشكل البنات، يجي رائع في اللبسه ديالو ومختلف فاش يتخدم مع تيبان بالصحه والراحه. دابا غادي نمر لكم السروال قدريسه ديال الوليدات. هنا البنات بالنسبه للقياس نتاع السروال قدريسه ديال الدراري ساهله البنات، فيه تحسبي لهم هي الطوله ديالهم وزائد الدوره ديال الرجل. هادشي اللي غتحسب الطوله ديال الوليد اللي الفرد عندي فيه 40 سنتيم، والدوره ديال الرجل يعني تقبطيلو على رجلو وافيه هكا يعني وافيه شويه، اللي الفرد عنده 26 في الدوره ديال الرجل 26. شوفوا معايا البنات غادي نطوي الثوب على هذا الشكل هذا. يعني حاولوا تقادوا، انا نطوي كاع الاربعه باش يجيني مقاد الثوب لانه تيلصق مع المبرة. شوفوا معايا مزيان، انا هاد الجهه مسدوده بغيتها تبقى لي مسدوده من الامام. هنا غادي نحسب الطوله نتاع السروال، غتخليو 3 ديال السنتيم ديال لاستيك 3 سنتيم. انا نستر لكم هي باش يبان، خليو 3 سنتيم عاد حسبوا الطوله نتاع السروال. انا بغيت ندير 40 سنتيم، غادي ندير 40 زائد 2 سنتيم هي 42. نتمنى يكون واضح. هنا غادي نخلي العرض ديال الخرطة، العرض ديال الخرطة بغيت ندير فيها 30، حيت هنا الثوب مطوي على 4 غادي نخلي 15 سنتيم، 15 سنتيم وهنا 15 سنتيم. غادي نسترها، هادي هي الخرطة ديال اللي تتكون في سروال قدريسة بالنسبة للوليدات الصغار. واضح؟ هاني حسبتها. هنا البنات غادي تحسبوا ما كاينش الباسة ولا الحول، تحسبوا الدوره ديال رجليه. لقيت له 26 مقسومه على 2 13 زائد سنتيم هي 14 سنتيم. هاد 14 غادي تطلعوها نيشان على هذا الشكل. واضح؟ هنا هاد 14 اللي لقينا هنايا غادي نحسبها من هنا لهنا. شوفوا معايا البنات 14 سنتيم، هاد 14 اللي حسبت هنا غادي تحسبوا 14 زائد 2 سنتيم هي 16. عنده هنا 12 ديري 12 زائد 2 سنتيم، عنده 16 16 زائد 2 سنتيم. وغادي تجيبي هذا مقور على هذا الشكل هاك داير. شفتوا معايا؟ قربوا البنات هنا هو الخط، هذا هو الطوله نتاع السروال، ها الرجيلات ديال الوليد، وهذه هي القاعده الخرطه. واضح؟ يعني هذه المسافه تساوي هذه زائد 2 ديال السنتيم، ما تنساوهاش. غادي نقطع من هنا ونمشي مع الطورة ديال الرجل ونطلع. ساهلة البنات، ما فيش شي حاجة اللي صعيبة. هنا خلي ديك 3 سنتيم على ود لاسك سروالنا هو هذا. شفتوا البنات كيفاش تيجي وتيتجمع بلاستيك؟ اشنو تتخيطوا البنات؟ بامكانك هنا تخلي واحد 8 سنتيم، هنا 8، تتخلي هاد 8 تديري فيها واحد الكران هكا وتتخيطي هنا، تخيطي الجناب، تخيطي القعده، وهاد 8 تجي دايره صايره صاير داير بالسفيفه ديالك بالسواق ديالك. اللي بغى يدير واحد الخنجر هنا تيدفعو كخنجر في هاد البلاصه هادي تيجي زوين. وهنايا لاستيك، بامكانك ديري لاستيك العرارض فيه تقريبا سنتيم ونص حتى 2 سنتيم، بامكانك تطوي غير سنتيم وتتحشي داك لاستيك البلدي العادي، تيجي الموديل على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا ساهله البنات وما فيش شي حاجه اللي صعيبه، يعني ديما كنحاول باش نعطيكم شي حاجه اللي زوينه وفي نفس الوقت سهله. نقربوا لكم هي باش يبان.
هنا البنات ديما تتقولوا لي نخيط ونحط لكم، انا ما تنخيطش البنات، يعني اللي متابع من ولا الشرقاوي حاول يدخل لي ستوري اللي تدير ولا اللايفات اللي تدير، يعني اي حاجه يعني شفتوها عندها راه تنكون هزه دروس يعني من القناه وتنديرهم لها يعني في الموديلات. انا ما تنخيطش داكشي باش ما تيكونوش لي موديل موجودين، وحتى فاش تيوجدوا لي موديل ما تنساو ما تنصور لكمش، يعني اللي متابع من ولا الشرقاوي راه هي نفس لي موديل اللي تنحط لكم في القناه هما اللي تندير لها في الكوليكسيون ديالها. هنا شوفوا معايا جابه دوك كيفاش تيجي، تيجي على هذا الشكل، شفتوا معايا الكول والكميمات. شوفوا البنات غير هكا جا زوين، يعني فاش غادي تخدم فاش غادي تخدم فاش غادي هنا البنات فاش غادي تخدم عادي يبان. كما قلت لكم وسبق لي قلت لكم التواب اي توب اختاريتو مبره بحال هذا لولا يعني التوب ديال فودان الا كان البرت هما تيجيهم زواول. بالنسبه للتوب يعني اي توب اي توب كما يعني حتى الكخيف الكخيف البنات هو تيجيهم زوين. توب ساتا اي توب درتو جوهره جوهره اللي ترونسبارون حتى هي تجي زوونه، ولكن بالنسبه لهنا تديروا جوهره عاديه وفي السلهام اللي غندير لكم انا بالمبره نتوما ديروها بجوهره ترونسبارون. نتمنى ان شاء الله يبان لكم الموديل، الموديل البنات رائع وزوين وبالصحه والراحه. والدرس يعني هذا الشيء اللي بقى لي ان شاء الله راه غادي ندير لكم فيه السلهام في الحصه الثالثه ان شاء الله. علاش عطيتكم هذا لي ديتاي باش غتفهموا اكثر. وبالنسبه للمتتبعين يعني اللي عاد بداو واللي عاد قالوا بسم الله في الخياطه كل شيء تيجيهم ساهل، ركزوا لي مزيان في هذا الجبد راه السروال يعني ساهل، فهذا اللي خاصكم تركزوا لي مزيان وما تقطعوش تعاودوا الفيديو المره الاولى والمره الثانيه باش يكون كل شيء واضح. وتنحبكم في الله والى الحصه المقبله ان شاء الله.